عبد الله، ماذا تصنعون في السوق؟ تبيع؟ نعم أبيع. وتترك طلب العلم لماذا؟ يا لا ليس هذه وقت العطلة. هذا وقت العطلة. العطلة. ومن يعمل هنا في الدكان؟ في الدكان أمي. أمي، وأين أمك الآن؟ هي مريضة. مريضة، أنت تعينها. نعم أنا أساعدهم. طيب وأنت تطلب العلم أين؟ في تايلاند. في تايلاند؟ نعم. يوجد طلب علم في تايلاند؟ نعم. مسلمين أكثر من كمبوديا في نعم تايلاند؟ نعم أكثر من كمبوديا. أكثر؟ نعم أكثر. مع الطلب العلم؟ نعم طلب. طيب وهل تعلم الناس تشتغل بالدعوة أو لا؟ نعم إن شاء الله في المستقبل. لا ليس نعم. كل ما تتعلم نعم. لابد تعلم نعم. يا رجل. نعم. أيوة ما شاء الله. نعم. طيب حتى هنا ممكن يأتيك بعض نعم. الناس السياح نعم. تدعوهم نعم. إلى الله. نعم. هذا الدجاج مع الأرجل عندك ما شاء سبحان الله دجاج وهذا هو هاي الأسماك عبد الله لازم تشتغل بالدعوة أحمد أحمد ما شاء الله الله يوفقنا وياك أحمد جزاك الله خير حفظكم الله.